صباحكم جميعا بكل خير ومحبة وسرور. نحييكم في انطلاقة أشواط هذا الصباح المميز الجميل هنا من أرضية هذا الميدان المميز وعبر هذه القناة المتميزة في انطلاقة هذه الأشواط الجميلة. وهنا انطلاقة شوطنا السابع في مجموعة أشواط هذا الصباح لسن اللقاية لأصحاب السمو والشيوخ هنا في هذه الانطلاقات الجميلة عبر هذا التمهيد المميز وبداية هذا الموسم. ونسير معكم مع القعدان المحليات الأصايل، وهنا يأتي مشغل على الصدارة وعلى المقدمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وهناك المارد سمو الشيخ خليفة بن ذياب بن سيف بن محمد آل الهيان مع الصادق فضل الأمين في تضميره، وشاهين من يأتينا على المركز الثالث من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، بينما المركز الرابع يأتي متعب سمو الشيخ خالد بن سلطان بن خالد القاسمي وبخيت بن سالم بن عبد الله المسافري في التضميره، ووصل هنا صوغان سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عبد الله بن سالم المسافري، وعلى المركز الخامس من الجانب الآخر أو المركز السادس وصل ظبيان سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع عبد الله بن ثعيل بن هايري في التضميره. هنا من ينطلق بهذه التحديات المتميزة، سابع مراكزنا مياس سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع المتعب الصغير سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد في تضميره، من ينطلق بالتحديات الجميلة. وصل شعلان سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن سالم لينيبي في تضميره، هنا من ينطلق تاسع مراكزنا. يأتي هنا هملول سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مسري بن سالم بالعرطي الحميري، وهملول في المركز العاشر سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عتيق بن سالم بالعرطي الحميري، ولكن العاصفة تتدخل بهذا الانطلاق المميز الجميل، وشاهين آخر ينضم إلى كوكبتي. هنا التعليق في هذا الانطلاق الجميل الهجن العاصفة مع غياث الهلالي، لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى الصدارة هناك، ومشغل لا زال مسيطر على زمام الأمور، مسيطر على الصدارة على المقدمة سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد، من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني المارد من الجانب الآخر سمو الشيخ خليفة بن ذياب بن سيف بن محمد آل الهيان مع الصادق فضل الأمين في التضميرة، أما المركز الثالث متعب يأتينا على المركز الثالث سمو الشيخ خالد بن سلطان بن خالد القاسمي بخيت بن سالم المسافري في التضميرة، ولكن أرى القدوم هنا مياس قادم يتسلل من مركز إلى مركز سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، هنا سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد في تضميره، من ينطلق بهذه التحديات الجميله شاهين القادم من هجن العاصفه بقياده غياث الهلالي، من ياتينا على رابعي المراكز مع الكيلومتر الاخير في هذه التحديات الجميله، هو الاداء المميز الجميل خامس المراكز. همي هنا القادم هنا في هذه اللحظات متعب لسمو الشيخ خالد بن سلطان القاسم مع بخيت بن سالم المسافري في تضميره، ووصل هنا شاهين العاصفه بقياده غياث الهلولي، وهناك المنطلق ظبيان سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع عبد الله بن فعيل بن هايري، ولكن اعود الى الصداره الى المقدمه الى مياس المنطلق على الصداره، غير الى الصداره الى المقدمه والى المركز الاول وصدارة هذا الشوط. مياس سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المتعب الصغير سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد، من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور، هو على الصدارة بدون أي أوامر. تذكر هنا انتاج اليلايس على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني المارد سمو الشيخ
الشيق خليفة بن ذياب بن سعيد بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين من يأتي على ثاني المراكز. ولكن الله النقطة الثانية لهذا الشعار. تهانينا لسمو الشيخ عمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، شكرا أيضا للمتعب الصغير سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد، وشكرا للمتعب أيضا سعيد محمد بن سعيد بن مروشد على هذا الأداء المميز. وها هي لحظة الوصول المارد في المركز الثاني سمو الشيخ خليفة بن سعيد بن محمد آل نهيان. هناك الوصول من قبل مشغل لسمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم، شاهين من هجر العاصفة من وصل في المركز الرابع والمركز الخامس مياس لسمو أو متعب لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن خالد القاسم من أتى على المركز الخامس. ونعود إلى التوقيت الزمني في هذا الانطلاق المميز الجميل ولحظة وصول مشاهدينا الكرام. هنا مياس سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بست دقائق 16 ثانية ثلاثة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا لأبو راشد والتهنية لسعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد على هذا الأداء المميز الجميل. بينما المركز الثاني أتانا المارد لسمو الشيخ خليفة بن ذياب بن سعيد بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين بست دقائق 18 ثانية خمسة من الأجزاء من الثانية توقيته الزمني. أما ثالث مراكزنا فكانت التحديات الجميلة والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. من هناك مشغل سمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد بست دقائق 21 ثانية وفاء وتماما وكمالا هو توقيته الزمني. تهانينا وناموس لجميع الفائزين في هذه الانطلاقات الصباحية الجميلة.